ثالث حاجة مشكلة البنية التحتية. دلوقتي أهل بلاد دقون من 10 سنين عدد سكانهم غير دلوقتي، وخمسين سنة لحد دلوقتي ما حصلش إحلال وتجديد البنية التحتية كمياه شرب وصرف صحي. إحنا دلوقتي إحنا ورثنا موروث، يعني موروث فساد، إحنا ورثنا فساد. فإحنا بنحل الموضوع ده، إحنا عايزين ميزانية كبيرة، ويمكن بعض الأهل في مناطق كتير عرضوا إن هم يشاركوا على حسابهم بإحلال وتجديد البنية التحتية، وأنا عرضت الكلام ده على المسؤولين، وأنا بقول لوزير الإسكان أهل منطقة كفرة هرمز بيقعدوا من غير مية. سعادتك في بيتك لو أنت قاعد من غير مية مدة ساعة مش هتقعد ساكت، أنا بقول لك أهل منطقة كفرة هرمز من غير نقطة مية بيقعدوا، المية بتجيلهم لمدة ساعتين في اليوم، مش كفرة هرمز بس ولكن مناطق كثيرة زي أبو أتاتا، منطقة الشرباجي، منطقة مدينة النجوم، منطقة حوض الزوات، منطقة صافة اللبن، صافة اللبن لحد دلوقتي بيجيلهم المية ساعة واحدة فقط. فإحنا عايزين حل مع وزير الإسكان، وأنا أعمل له طلب إحاطة في المجلس بسبب قطع المياه على المناطق دائرة بولاء الدكرو. تاني حاجة، في اختلاط مية الصرف الصحي بالمية النظيفة، يعني احنا بنشرب سم وفي الاخر بتطلب مننا فاتورة المياه يعني تمن السم اللي انت بتشربه لنا يا معالي وزير الاسكان ومرافق العامة. اسمح لي حضرتك، انا عايز اعرف برضو بالنسبة للمشكلات دي، يعني دايرة كبيرة جدا وفيها كثافة سكانية كبيرة، المواطنين أكيد حاسين بمشكلات، في قلق مستمر بالنسبة للمواطنين. بتلاقي فرص أنك تحتك بمواطنين زي المناطق اللي قلت حضرتك عليها، صفت وأبو أتادة وغيرها كتير من المناطق، بتقدر تنزل لهم بشكل مستمر رغم وجود جلسات مستمرة في مجلس النواب؟ يعني الميزة هنا يمكن أن حضرتك تعتبر من أهل القاهرة الكبرى، أو من أهل يعني وجودك في القاهرة هنا ما بيبقاش في مشكلة السفر زي كتير من النواب اللي شفناهم في دوائر تانية وفي محافظات بعيدة. فهل بيبقى في وقت تقدر تنسق بين وقت حضرتك وزيارة أهالي المناطق تعرف على مشكلات الدايرة؟ أولا أنا عايز أقول لأهالي بلاد دكرور، يمكن ممكن بتاع دايرة منطقة كفرة هرمز مش عارف مثلا اللي منطقة مدينة النجوم تبع الدايرة، بتاع شارع ناهية مش عارف مثلا اللي منطقة أبو أتاتة تبع الدايرة. فأنا عايز أقول لهم إن دايرة بولاء الدكرور كبيرة جدا ومحتاجة مش نائب واحد، محتاجة 10 نواب، وعايزة أكتر، دي عايزة محافظ لوحدها، تمام؟ 2 مليون مواطن، دولة دولة داخل دولة. احنا منطقة بولاد دكروب بنضم ابو اتاتا، المشابك، مدينة النجوم، صفت اللبن، الشرباجي، شارع ناهية، بولاء القديمة، مدينة المبعوثين، بتضم قرية عاصم، شارع العشرين، منطقة المساكن، كل دي كفرة هرمز، كل دي ما احنا عشان في كفرة هرمز ما قلناش كفرة هرمز، احنا في كفرة هرمز، كل وصفة اللمن، كل المناطق دي داخل بولاق الدكرور، ملايين الافات 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 من السكان في كل منطقة، يعني 2 مليون مواطن، لما كل 2 مليون مواطن اوزع مجهودي فيهم، تمام؟ ومع المجلس احنا بنبذل قصارى جهدنا عشان نرضي اهل بولاق الدكرور الوضع وثقتهم فينا. يمكن اول مرة يشوفوا النواب في الشارع دايما، يعني كل الناس كانوا متعودين ان عضو مجلس الشعب ياخد الكارنيه وما يشوفوش بعد كده، لا الحمد لله احنا موجودين في الشارع، واللي يتابع صفحتي هيشوف عمرو ابو اليزيد في كل حته في بولاق الدكرور. انا ان شاء الله خدت عهد على نفسي زي ما الناس دي وضعت الثقه في عمرو ابو اليزيد، انا هكون خادم ليهم وهتقي ربنا فيهم لاخر يوم في الدوره البرلمانيه بتاعتي ان شاء الله. ان شاء الله.